جواز صباح الخير. صباح النور. اشتقنا لك. انا كمان. اليوم رح نحكي عن الاكزيما. بس رح نحكي عن الاكزيما من منطلق طبي. رح نفصله كمان منطلق انواعه شو هو وعلاجاته وعوارضه شو هي يعني بالتفصيل حتى ينتبهوا من اصغر الاشارات الى اكبر الاشارات. مزبوط. قبل ما يوصل لمرحله متقدمه. مزبوط. هي حاله مزمنه من جفاف الجلد بتسبب حكه واحمرار بالبشره. مزبوط. هلا هو ممكن الحديث عنه وشرحه قليل ولكن ممكن يتفاقم ويصير مرض مزمن ومزعج جدا. مين بينصاب بالاكزيما بالتحديد؟ الكبار، الصغار، النساء او الرجال؟ هلا مثل ما قلت الاكزيما اللي بنستعملها نحن الكلمه هي كلمه واسعه. نعم. كل شيء حمار قشره على الجلد بسموه اكزيما، بس هو في عده انواع، في عده اسباب وبيبينوا بطريقه مختلفه، سببهم بيكون مختلف. نعم. هلا مين بينصاب اكثر حسب النوع؟ نعم. في نوع بيبين مع الصغر عند الاولاد، في نوع على كبر وما في، يعني حسب سببه. ما في لك انه مثلا النساء بينصابوا اكثر. نعم. رجال بينصابوا اكثر. نعم، كلهم بنفس المستوى. خلينا نبلش نفصل الانواع شو هي. هلا في عنا اول نوع اللي هو بيجي من شيء بيلمس الجلد. نعم. اول هو ده بيجي قسمين. اول قسم هو شيء بيلمس الجلد، بيقولوا له التهاب الجلد التلامسي. نعم. مواد مثلا مواد التنظيف، الحوامض، هذا اكثر شيء بنشوفه عند النساء. يعني لانه بيكون لا هذا ما انا حساسيه، هي اكثر على التعرض المتكرر له المواد. نعم. بيعملوا مثل التهاب بالجلد. نعم. بسببه التهاب بالجلد مثل هذا بنشوفه كثير، اكثر شيء اكثر نوع شائع من الاكزيما. ايوه. اكثر هذا بنشوفه اكثر عند النساء لانه بيكونوا عم بيشتغلوا بالبيت وهذا. يعني عوارضه هي احمرار احمرار قشره حكه. نعم. اوقات بيوصلوا اذا انترك بيتشقق بموسم معين ولا بكل المواسم؟ هذا بكل المواسم بس بتزيد بالشتاء لانه بتنشف الجلد اكثر بالشتاء على السقعه. ايوه اوكي. فاذا انترك بتوصل انه بيصير في تشقق وبيلتهبوا هودا التشققات اذا. نعم. ما تعالج بيطلع دم. يعني بيطلع دم. مزبوط. نعم. هلا هذا علاجه اول شيء بدنا نعمله انه نمنع المواد المسببه انه توصل على الجلد. نعم. يا نتجنبها يا اذا بدنا نشتغل فيها نحط كفوف، بس هون كمان احسن ينحط كف قطن وبيرجع ينحط كف النايلون لانه اوقات النايلون هو معقول يزيد كمان يزيد على الحماوه وعلى الحراره اللي بتصير. هيدي النوع هو اكثر عرضه لليدين. مزبوط. اكثر من مطارح ثانيه. يعني حتى يعني حتى مطارح ثانيه اذا مثلا اذا نرش بارفان متكرر بتعمل مش حساسية، هي أكثر من التهاب من أنه حساسية. نعم. هيدا تاني نوع هلا بنوصله. هلا علاجه أول نوع تبع الإيدين الالتهاب هو كريم كورتيزون. نعم. بس بدهم ينتبهوا أنه كريم كورتيزون ما بينحط لفترة طويلة على الجلد، يعني جمعتين ثلاثة لأنه بيرق الجلد. لأنه مع المدة الطويلة بيرق الجلد بصير يدور أكثر. نعم. وترتيب أهم شيء، يعني كل نهار بده يكون ترتيب. نعم. إذا في تشققات بنحط لها كريم أنتيبيوتيك. على قد إيه لازم نستخدم؟ الكريم الأنتيبيوتيك؟ لا الكورتيزون جمعتين أم ثلاثة. نعم. هلا إذا تكررت كذا مرة واعتزنا إنه نستعمله أكثر، في كريمات شبيهة للكورتيزون بفعاليته بس منها كورتيزون، هيدا فيها تستعمل على شهر شهرين. ليه ما فينا نبلش فيها هي أخر؟ لأنه من يعني وقت يكون فيها هالقد التهاب ما. نعم. بتنفع دغري، يعني بطيئة شوي، الكورتيزون أسرع. نعم. تاني نوع الصورة اللي شفناها على الرقبة، هل هو زنار نار ولا ما؟ لا هيدا حساسية. نعم. هيدا الاكزيما التحسسية، يعني هيدا عشي بيجي على الجلدة أول مرة بيجي على الجلدة بتتحسس الجلدة لإله ما بيصير شيء. نعم. تاني مرة بنتعرض له بيصير فيه هيدا النوع، يعني هيدا أكتر شيء بيجي حمار وحكة أكتر من تقشير كمان. هيدا على الكوليه. نعم. فهيدا بتكون على المعادن مثلا نيكل أكتر شيء. نعم. الكوليه، الأسوارة، أوقات الجلد بالساعات. نعم. بتكون على قد الغرض اللي عمل الحساسية. شو بيكون مثلا عم بيعرق تحتها وعم بيسبب هيدا الشيء؟ هو بيكون المادة ههي بتسبب الحساسية، جهاز. نعم. المناعة بالجلدة بيتفاعل مع هيدا المادة فبيعمل حساسية. هيدي اخطر من اول وحده ولا ما انا اخطر؟ بس هيدا معقول تمد اكثر، يعني معقول بتبلش بمحل تمد، يعني بيطلع محلات تانية بالجلد حتى لو ما عم تتعرض لهذا، حتى لو ما عم تتعرض حتى. نعم. هيدا كمان اوقات بتكون على الصبغه والصبغه السوداء اكثر شيء. نعم.
هلا بالصيفية كمان في نوع نباتات، يعني إذا عم نمشي برا في نوع نباتات بيجوا على الجلد كمان بيعملوا حساسية. أوكي. وفي نوع نباتات كمان إذا نحطوا على الجلد وتعرضوا للشمس بيعملوا حساسية، مثلا التين خصوصا عصير التين إذا بقى على الجلد وتعرض للشمس كمان بيعمل حساسية. أيوة مش هيك، نوع من الحمضيات. مزبوط. نعم. طيب هل يعني هيدا اللي عم نشوفه علاجاته مثل الأول؟ مثل الأول كمان. نعم. كريم كورتيزون، بس في أيام أوقات إذا كانت كتير متقدمة وانتركت وقت معقول نعوز حبوب كورتيزون حتى. أيوة أوكي. طيب وقتها الإيدين اللي بيتعرقوا كتير والجرين اللي بيتعرقوا كتير، هل ممكن كمان يعملوا أكزيما على التفاعل اللي بيصير؟ هنا بيكونوا عرضة أكتر. نعم. بس مش سببها، يعني التعرق مش سبب الأكزيما، التعرق بيكون حالة بالغدد اللي بتفرز العرق بتكون. نعم. تفرز زيادة يعني ما بيسببكم. هيدا شو هيدا اكزيما؟ هيدا اذا اللي تعرضوا للشمس، يعني هيدا اجى مثلا شيء على الجلده وتعرض للشمس عمل حساسيه معقول يوصل لهالدرجه. يعني هيدي ثاني مرحله اللي شفناها، اذا تعرضوا للشمس خلال فصل الصيف خاصه هلا ممكن توصل لهالدرجه. مثلا عصير التين، بعض الحوامض اذا حد اجى على اليد وتعرض للشمس. طيب هي شو مرحله متقدمه يعني؟ مزبوط. يعني وهون شو علاجاتها هالمرحله؟ يعني اوقات كريم معقول ينفع، بس كورتيزون في درجات، يعني الكورتيزون الاول كريم الكورتيزون، اوقات معقول ياخذوا حبوب. حبوب شو حساسيه؟ كورتيزون. آه كورتيزون كمان. وعلى اسبوعين ثلاثه ممكن كفيل انه يوقف. طيب اللي بيتعرض مره للاكزيما رح يضل يتعرض؟ بكون هو بكون عرضه، يعني بكون جلدته عرضه للاكزيما فبضل يتعرض بعد. هل هو شيء وراثي؟ هلا النوع الثالث اللي هو بيقولوا له atopic dermatitis، يعني هو الاكزيما اللي بنشوفه من الصغر. نعم. بيكون ناشئ، يعني نوع جلدته بيقولوا بيكون ناشف. هيدا شيء وراثي، في عاملين، في عامل وراثي وعامل بيئي. نعم. فبيكون الطبقه الحاميه بالجلده هي ضعيفه عند هؤلاء الاشخاص. اوكي. بتبين من الصغر، بتكون الطبقه الحاميه ضعيفه. صغر اي عمر يعني؟ يعني في منهم وقتها ما يخلقوا، اوقات الاولاد اول شهر شهرين ببلشوا يقشروا خدودهم، بتكون جلدتهم ناشفه. على مطرح الحفاض كمان ممكن؟ مطرح مطرح الحفاض لا، هي اكثر اول نوع من الاكزيما اللي. نعم. هي على التعرض المتكرر. نعم. للحفاض، ام اوقات بيكون عندهم حساسيه على الماده تبع الحفاض. نعم. ماده الحفاض مش الماده اللي بيفرزها الجسم، يعني كان بي بي او نعم. ما هنا فيها تكون الاثنين. نعم. يعني يا الإريتنت على التعرض المتكرر للبي بي بيعمل التهاب. نعم. يا أوقات في منهم عمادة الحفاظ بيعملوا حساسية. أوكي. ففيها تكون نوع من الاثنين. وعلاجاتها هي مثل أول وحدة. مظبوط. هلأ بالولاد ما كتير بنستعمل الكورتيزون لفترة طويلة، وخصوصا محل الحفاظ لأنه محل مسكر بيمتص الجلد أكتر. آه أوكي. هون شو بنستعمل؟ بنستعمل كورتيزون خفيف لفترة قليلة، وبنستعمل كريمات مرطبة أكثر. مرطبة. طيب هيدا اللي شفناه، هيدا اللي شفناه بتجي بكل الجسم، يعني عند. نعم. الأولاد الصغار بتجي بخدود بالإيدين من ورا. نعم. مع عمر أكبر بتجي بطيات الجسم. نعم. بطيات الإيدين، بطيات الإجرين من ورا. هيدا بتكون أول شيء الطبقة الحامية بالجسم أضعف. نعم. بتخلي الغبرة، بتخلي المواد اللي بتجي على الجلد والبكتيريا اللي على الجلد أصلاً تفوت أكتر. نعم. بيكون بنفس الوقت الجهاز المناعة بالجسم بالجلد أكتر بيكون أقوى، فبيعملوا التهاب بيؤدي لحمار وحكة نعم. فهذا أكتر شيء بينزعجوا الأولاد لأنه كتير بتكون بتحكم. نعم. طيب في أوقات بنشوف بعمر المراهقين إذا بدك على الكواع نوع من الحبوب يلي هني بحكون كتير، وشو ما حطوا لهم كريمات ومرطبات حلا إدراتان، يعني ما بصير شيء معهم، بيضلوا موجودين وبيكملوا معهم بعدة مراحل، ممكن يختفوا فجأة وفجأة ممكن يرجعوا. هيدا النوع شو هو؟ هيدا مرتبط لهيدا النوع للإيتوبيك درماتيتس. فبكون هن من هنا وصغار بكون عندهم نشاف بالجلد، عكبر معقول تبين بهيدا، وهيدا بتزيد كمان لأنه المراهقين والولاد بكتير بيلعبوا بحفوا سواء على الحفل كواع وهيك كمان. نعم. بتزيد. نعم. هلا وقت يكون حدا عنده هيدا النوع من الأكزيما في طريقة نهتم بالجلد فيها. نعم. أول شيء بدنا نتجنب المي السخنة. أوكي. المي فاترة على طول الحمام، الحمام يكون قصير. أوكي. مفضل ما يستعملوا ليفة لأنه كمان الحف وخصوصا مثلا حف الكواع والركب وهيك بيزيد نشاف الجلد اللي هو الحك يعني. مزبوط. نعم. ترتيب دغري بعد الحمام قبل ما ينشفوا، بينشفوا بطريقة خفيفة. نعم. مش حف.
وبيترتب كل الجسم. نعم. المرطب هون مفروض يتنقى يكون سميك يعني مثل الفازلين وشيء قريب له بالكونسيستنسي. يعني شيء مدهن يكون دهني. شيء يكون سميك. نعم. مش لوشن يكون خفيف أم زيت. الزيت ما بيرطب قد الأشياء السميكة. نعم. اوكي. طيب في ناس عرضه للشمس وتتعرض للشمس بفصل الصيف ممكن كمان يحصل عندها طفرات بجسمها، هل هيدي اكزيما؟ هيدا نوع من الحساسيه، بتكون. نعم. حساسيه على الشمس. نعم. فكل ما يتعرضوا للشمس بيطلع هذا، بيكون جهاز المناعه عندهم بالجلده بيتحسس زياده على الشمس. نعم. هيدا علاجه اول شيء بنتجنب الشمس. نعم. في نوع واقي شمس مفروض ينحط يكون مينرال يعني يشيل كل انواع اشعه الشمس، واوقات بنعطيهم حبوب حساسيه. نعم. شو اكثر مرحله خطره ممكن يوصل لها نوع من الاكزيما اذا تطور واذا ما تعالج وما انتبهنا لل هلا الاكزيما اخر نوع اللي شفناه خصوصا. نعم. بيجي عند الاولاد. نعم. بيعرض الجلده لالتهابات اكثر. نعم. يعني بيصيروا الاولاد يلقطوا التهابات بكتيريا اكثر، التهابات فيروسات اكثر. نعم. فهيدا اذا تركوا لقطوا التهاب الاولاد معقول تتعر يعني يوصلوا لمحل ياثر يعني يعملوا حراره يعملوا شيء اكثر بالجسم. نعم. فلما يكون الولد عنده اكزيما مفروض على طول نهتم بالجلده حتى ما نوصل لمحل طلقت التهاب ونوصل لهذه المرحله. طيب اللي بنقلي من صيف لشتاء او من شتاء لصيف بنحس في ناس بتعمل مثل قشره على الايدين او الرجلين او بتعمل تشققات مع دم، هيدي كيف الواحد لازم ياخذها باعتباره؟ هل هيدي تعتبر اكزيما وكيف بنعالجها؟ مزبوط. هيدا الاكزيما هي شبيهه للنوع الاول اللي حكينا عنه. نعم. يعني اول شيء غيار التقس خصوصا بالشتاء بتنشف الجلد زياده. نعم. بصير عرضه لانه تنشف اكثر، بصير شو ما يجي عليها يعمل التهاب مثل. نعم. اول نوع شفناه. فهيدا اللي بيعرف حاله بده يكون من اول الشتاء يبلش يرطب على طول. نعم. يتجنب هدا المواد، يتجنب المي السخنه، المواد المنظفه، الاشياء اللي بتؤدي لالتهاب الجلد، وعلى طول ترطيب. وفي اوقات يعني اللي عارف حاله بيعمل بنعطيه علاج كريم يعني شبيه للكورتيزون بس مش كورتيزون حتى نمنع انه يطلع عنده. بتعرفي هلا باخر مرحله 3 سنين مع الكورونا واستعمال سانيتايزرز كثير ناس تعرضت لهالامور هيدي لانه كانوا عم ينشفوا. هل تنصحي انت بحمام مي مسقعه ولا مي فاتره او مي سخنه؟ مش مي سخنه، يعني اللي عنده اكزيما ما اكيد مش مي سخنه. نعم. مي فاتره اما مسقعه حسب هو شو بيحمل. هل المسقعه افيد للجسم؟ لا، ما في دراسات بتقول انه افيد، بس المي السخنه بتأدي لنشاف جلد زياده. ثانك يو عليك دكتور جوال، فيك سبت تجينا على رد بموضوع جديد.